خرجت للعمرة من القصيم مارا بالمدينة ولم أحرم من الميقات، لأنني نويت أن أذهب إلى جدة والطائف وبعد ذلك أحرم من السيل، هل هذا الفعل صحيح؟ لو أن المسألة بهواك ما يخالف، لكن ما هي بهواك المسألة، المسألة حكم الشرع، الشرع ما يجيز لك تعدى الميقات، الذي أول ميقات تمر به يجب عليك الإحرام، وقد مررت بميقات المدينة واجب عليك أنك أحرمت من ميقات المدينة، وما دام أنك لم تحرم من ميقات المدينة فعليك فدية، لأنك تركت واجباً من واجبات العمرة فعليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة وتوزعها على المساكين في الحرم. نعم.